هل للدولة المغربية كدولة عصرية، كدولة حداتية، كدولة ديمقراطية، هل لها إرادة سياسية في تربية مواطنيها؟ والتربية ليست فقط معلومات تقنية، إنها تربية شاملة، ضمنها التربية الجنسية. إن علينا أن نفكر، وهناك برامج، هناك تجارب دولية، نفكر في إنشاء برامج تجاه الآباء، تجاه الأمهات، لكي نمرر هذه المعارف وهذه القيم الجديدة. لأن المشكل ليس مشكلا تقنيا. طبعا هناك إرث بطريركي ثقيل، هناك ماضي لا زال مستمرا، مقاومات، لكن الكل ممكن إن كانت لنا إرادة سياسية حقيقية في إنتاج مواطن مغربي سليم جنسيا، وفي إنتاج مجتمع مغربي سليم جنسيا. وهذه السلامة الجنسية للفرد وللمجتمع لا تتأتى إلا بالاعتراف للفرد بالحق في الجنس، الحق الأساسي. هذا الكلام الذي أقوله الآن ممكن أن يبسط وينبغي أن يداع في شتى وسائل الإعلام. أن تقول لك أنا هذه 40 عام وأنا خدام في هذا الموضوع، هذا مع مرشيت الفازة ولا شي قناة شي إذاعة عرضوا عليا نتكلم في هذا الموضوع، هذا تعرضوا عليا في بعض مرة للحديث عن مواضيع أخرى بعيدة عن هذا الموضوع الذي أعطيت فيه الكثير بكل تواضع. لكن هذه المسائل التي أقول أكتبها، أنشرها في مجلات، في جرائد، في كتب، لكن الإعلام السمعي البصري المغربي غير منتبه ويعرف، لكن يتجنب دعوتي، تجنب إعطاء الفرصة للحديث في هذا الموضوع، نظرا لهذا الإرث، نظرا لمفهوم التحريم بالنسبة للكثير من الناس. وطبعا الإعلام السمعي البصري يعيد إنتاج التصورات الاجتماعية السائدة، أنا أتفهم تحفظه وخجلاه، لكن له دور كذلك في تنوير الرأي العام وفي التقدم بالمجتمع المغربي إلى الأمام، إلى الفوق، إلى ما هو أحسن، إلى إقامة علاقات جنسية واعية، إلى إقامة توازن جنسي. للإعلام دور كذلك، للأسرة دور، للمدرسة دور، للإعلام دور. فلا الأسرة ولا المدرسة ولا الإعلام في المغرب يلعبون هذا الدور، دور التوعية الجنسية، دور خلق مفهوم المواطنة الجنسية ومفهوم المواطن الجنسي. لهذا بالضبط نجد الشباب متعطش، له أسئلة حارة ساخنة، كيف أمارس الجنس، كيف أقبل، كيف أغير الوضعيات. لا أحد يجيب على هذا السؤال، وبالتالي التوجه إلى البورنوغرافيا، إلى القنوات الأجنبية. وهذا كتبته في الكتاب ديالي ديال 2000، الشباب، الجنس، السيدة في المغرب. البورنوغرافيا هي المعلم الجنسي الأول للشبان والشابات في المغرب، لأنه لا أحد يتكلم لهم عن بعد أساسي في التربية الجنسية، اللي هو بعد المتعة. كيف أتمتع جنسيا؟ كيف نتمتع جنسياً؟